أستاذ جمال تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، وحياك الله بقناتنا قناة فدك وصوت العترة عليهم السلام. أستاذي العزيز، الأخوة قالوا لنا إن شاء الله عندك إعلان تشيع، إن شاء الله سوف تعلن تشيعك اليوم ولو بشكل وجيز أو شكل يعني يكون مختصر عن رحلة التشيع لو سمحت. طيب تفضل. مرحبا. يا كما تعرفون في الحبشة أكثر الشيعة لا يوجد، والكتابات والأشعار للتشيع الطريق ليس جيدا. بهذا السبب كنت قبل سنتين حتى أشاهد سماحة الشيخ ياسر الحبيب، وبعد كل شيء عرفت يعني منه. هذا يعني أهل السقيفة، كل ما فعلوا بأهل البيت هذا كله عرفته، وبعد يعني أردت حتى من قناتكم هذا قبل السنة حتى أردت أنا إلينا تشعيعتي، يعني أردت أنا أتبرع من هؤلاء الفسقة، لأنه لا أريد أن أموت بالجاهلية بالكفر. الآن يعني يطمئن القلوب طريق الحق هو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وبعد لما سمعت والذي فعله هذا الخليفة الثاني لعنة الله عليه، لما ما فعله بسيدة النساء العالمين عليه الصلاة والسلام، هو الذي على طول أنا دخول في طريقة أهل البيت، هو الذي فعل يعني. نعم. يعني كنت أحبهم جيدا من أكثر، حتى أنا سألت واحد يوم لواحد شيخ، يعني أنا كنت أكثر حتى من النبي صلى الله عليه وآله، لماذا أحب عليا؟ قلت يعني أكثر حبي يكون له، لماذا هكذا؟ يعني كان علي واجب أن أحب الرسول أفضل من كل المخلوق. قلت هم قالوا لي أنك إذا لم تحب الرسول ما كنت أحببت علي عليه السلام، قالوا لي بهذا الجواب. فرحت كثير لأنني أحبهم بهذا السبب الذي فعله عمر رضي الله عنه بالعلي، هذا الذي يعني مشاكلهم مشقاتهم يعني أكثر الناس يكونوا مع المظلوم. هنيئا لك أستاذ جمال على هذا التوفيق، وها هو سماحة الشيخ ياسر الحبيب معك إن شاء الله. تفضل سماحتكم. أستاذ جمال من الحبشة معك، تفضل. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي. استغفر الله. أهلا بأخينا الكريم، أسأل الله تعالى يثبتك على الإيمان والهدى. آمين يا رب العالمين، وأن يتم نعمته عليك. آمين. بالاجتماع بمحمد وآله صلوات الله عليهم في الجنة، أنت ومن تحب إن شاء الله. آمين آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. على بركة الله تعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد خلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشيء. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله.
أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء عليها السلام وأبناءه المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وآل محمد وعجل فرجهم. جزاك الله خير. هنيئا لك يا خان الكريم، أخرجتني من الظلمات. آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي أخرجنا وإياك من الظلمات إلى النور بنور العترة الطاهرة عليهم السلام. عليهم الصلاة والسلام إن شاء الله يا رب العالمين. ثبتك وجعل الجنة مثواك. آمين يا الله. شكرا. شكرا أستاذ جمال. شكرا.